هذا وعبر عدد من مسؤولي وزارة الإعلام عن بالغ اعتزازهم بزيارة الميمونة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المعظم ولي العهد إلى وزارة الإعلام. هذا وأكد المسؤولون على ما تقدمه مشاريع الوزارة الجديدة من تقنيات وآليات حديثة تسهم بالارتقاء بقطاع الإعلام في مملكة البحرين. شرفنا اليوم بزيارة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في وزارة الإعلام لافتتاح مشروعين مهمين بالنسبة لوزارة الإعلام اللي هو مركز الأخبار الجديد ومبنى الإذاعات الخاصة. طبعا احنا كجهة فنية كنا مسؤولين ومشرفين على المشروعين. مشروع مركز الأخبار طبعا تم يعني استخدام أفضل التقنيات فيه الخاصة بالنشرات الأخبارية والإنتاج الأخباري، من ضمنها طبعا يعني استخدمنا تقنية 4K أول مرة في وزارة الإعلام. في تلفزيون البحرين استخدم تقنية 4K، فالاستوديو مجهز كامل بنظام 4K، بالإضافة إن استخدمنا اللي هما أنظمة الجرافيك بيز آرت، واستخدمنا تقنية الأوغمانتد رياليتي للإنتاج الأخباري. طبعا سعيدين بالزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لافتتاح استوديو الأخبار والست الاستوديوهات الإذاعية الجديدة. طبعا هذه زيارة سعيدة تشرفنا بها، استمعنا لتوجيهات سموه الكريمة واللي راح تكون لنا نبراس للعمل في الإعلام في المرحلة القادمة، ولا شك أن هذه المشاريع تعتبر انعكاس لتطور التجربة الإعلامية البحرينية وقدرة العاملين في الإعلام على تنفيذ مثل هذه المشاريع. شرف عظيم أن نحظى بهذه الزيارة الميمونة لسمو سيدي نائب جلالة الملك المعظم ولي العهد لافتتاح الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار، بالإضافة إلى افتتاح مبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة، تزامنا مع مرور 50 عاما على بدء البث التلفزيوني في مملكة البحرين. هذه الزيارة تعكس حرص سيدي سمو نائب جلالة الملك المعظم ولي العهد على دعم المسيرة الإعلامية في مملكة البحرين. افتتاح هذا الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار يعتبر حلم بالنسبة لنا كعاملين في قطاع الأعلام، ويعتبر الأكبر على مستوى القنوات الرسمية كاستوديو أخباري في المنطقة. درسنا ما هي أفضل الممارسات المتبعة في عدد من دول المنطقة، وتبنينا أفضل الحلول من حيث الأجهزة والتقنيات في هذا الاستوديو اللي نتأمل إن شاء الله أن يحقق المطلوب ويكون على قد الطموح اللي نسعى له جميعا كعاملين في هذه الوزارة.